الدورة اللي قمنا فيها عبارة عن 8 لقاءات، كان كل لقاء 3 ساعات، كانوا بحاجة ماسة جدا لهذه الفعالية. اكتسبوا كثير أشياء، منها كيف يتعاملوا مع حجز أدوار للبريد، للتأمين الوطني، لكل المؤسسات الحكومية الموجودة. بالإضافة إلى ذلك طبعا تعلموا على الويز اللي بكوا يتساعدوا مع أحفادهم أولادهم أصحابهم. اليوم ولا واحد بيقدر يساعدهم، اليوم بتحط العنوان، تعلموا كيف يحطوا العنوان على الويز. التكنولوجيا هي صارت جزء كبير من حياتنا، وكثير مهم انه الحجات والمسنين اللي بهذا الجيل اللي ما تعودوش او ما عندهم مش ماشيين مع هاي التكنولوجيا، انه نبدا نفوتهم على هاي على نمط الحياه الجديد اللي هو حتى تعيين الادوار، اغلب الاشياء، حتى كيف مثلا اذا بيروحوا على البريد او بيروحوا بدهم يطلعوا رقم، كل اليوم تكنولوجيا بدهم يعينوا دور قبل ما يروحوا. فكثير مهم انه المسنين يفوتوا على نمط الحياه هذا الجديد اللي احنا اولادنا الصغار قاعدين بتعودوا من الجيل الصغير على التكنولوجيا، بس هذا جيل اللي هو مش متعود على هاي التكنولوجيا. مهم جدا انه احنا نفوت له هيك دورات ونعلمهم هاي الحدلانات الجديده. دورة التنور عملت لي أشياء كثيرة، يعني في أشياء ما كنتش أعرفها صرت أعرفها، يعني فتحت أشياء كثيرة في البليفون واستفدت أشياء كثيرة فيها. كل إشي فوتتنا على كل إشي، كيف نودي أرقام، كيف نسجل أرقام، كيف نبعث رسائل، كيف نحكي على الواتساب. أنا يعني بكيت ما عرفش أختي ألا أكلها عملي ليش، هسا أنا بعرف على الواتس، على الرسائل، على الصور. ابن بنتي برا ببعت له بحكي معاه، شايفة تعلمنا، وبعدين ردينا طلبناها يعني تزيد تعليمنا. هاي الدورة اللي مريناها استفدنا منها ان نستعمل التليفونات، بقينا قبل نستعملهن عن طريق الاحفاد والابناء تساعدونا، اليوم الحمد لله صرنا نستعملهن ونستعملهن مع المؤسسات الوطنية والمؤسسات والاشخاص والافراد الناس بيننا وبينهم. اذا الواحد بيجي يسافر مشوار بقينا نتغلب كيف الواحد بده يوصل، اليوم بنحط على الويز ما شاء الله بنضلنا واصلين للمكان اللي احنا طالبينه. زائد انه تعلمنا ان نستعمل نحط مكان لحدا، اذا حدا جاي يزورنا نعمل له مكان ويجي بسهوله يصلنا. الحمد لله التكنولوجيا الحديثه هاي فتناها. الحمد لله فتناها.